السلام عليكم كيف ننزل تطبيق جوجل كروم على أجهزة الأندرويد بوكس خصوصا الأندرويد تي في والتلفزيونات اللي عاملة بنظام الأندرويد تي في سبق أن شرحت الدرس اليوم سأعطيكم طريقة سهلة جدا ومختصرة فيها مميزات عديدة اليوم سنشرح على جهاز اليوين اللي هو اليو بوكس بنفس الطريقة طبعا هذا نظام أندرويد تي في أندرويد عشرة هذا موجود لدينا في المتجر الطريقة هذه إخوان ستشاهدون بأننا سننزل تطبيق جوجل كروم ونضع له اختصار في الواجهه تابعوا معي جيدا اخوان هذا اللي تشاهدون طبعا هو جهاز اليو بوكس كما تلاحظون لدي اخوان هنا هو الكرون تي في في الواجهه بجانب نتفليكس ندخل على المتصفح هو طبعا هذا موقعي ادعوكم بزيارته طبعا فيه التدوين اللي سنشرح عليها اخوان اذا كما تشاهدون لديكم <applause> لجوجل كروم كما لو ان لديكم جوجل كروم في الكمبيوتر او ايضا في الهاتف طريقه سهله جدا يا اخوان كما تلاحظون يمكنكم استخدام ماوس ايضا ساشرح لماذا استخدام الماوس والطريقه اللي تستفيدون من الماوس ايضا في هذا البوكس سبق ان شرحتها احبائي اذا لا تذهبوا بعيدا بعد الفاصل ساريكم الطريقه اخوان ومن غير استخدام يو اس بي تنزلون التطبيق بكل سهوله نلتقي بعد الفاصل القصير اهلا بكم مرة ثانية تابعوا معي جيدا اخوان الشرح فهو سهل جدا اول شيء نتوجه الى هذا الجهاز اللي سنشرح عليه كما قلنا هو يو بوكس من يو نذهب اول شيء اخواني الى البلاي ستور وننزل هذا التطبيق اللي تشاهدونه اللي هو داونلودر نحتاجه في العمليه اليوم لتنزيل جوجل كروم نفتح التطبيق اخوان وتكتبون هذا الكود اللي يظهر امامكم هو اختصار لموقعي على الانترنت دونك 440 871 بعد ذلك نضغط على جو ها هو الموقع احبائي فتح معنا اول شيء اخوان تذهبون الى الثلاث شرطات اللي تظهر معكم هنا نضغط عليها ننزل ونروح على التطبيقات او الاندرويد تطبيقات ندخل عليها تبحثون عن هذا الموضوع أحبائي اللي هو أسهل طريقة لتنصيب متصفح جوجل كروم ندخل على الموضوع وننزل للأسفل إخوان طبعا كل شيء مشروع هنا في التدوينة ليسهل عليكم تنزيل تطبيق جوجل كروم تذهبون لروابط تحميل إخوان أنا وضعت لكم آخر نسخة من الجوجل كروم النسخة الأخيرة المتماشية مع أجهزة الأندرويد تي في ندخل على كروم أولا نحتاج تنزيل هذا الرابط ننزل للاسفل اخوان طبعا لديكم العشر ثواني لتظهر تظهر ننتظر ما يظهر معنا رابط التحميل بعد ذلك نضغط على رابط الصفحة وما علينا سوى الانتظار ما هي الا ثواني سيتم تنزيل التطبيق بدأ التنزيل اخوان تنتظرون طبعا حجم التطبيق هو كبير شيئا ما يعني 223 ميجا ننتظر لغاية التنزيل كل واحد حسب سرعة الانترنت بعد التنزيل اخوان نضغط على انستال اذا اعطاكم صلاحيه ضروري ان تعطوا صلاحيه لتطبيق داونلودر لتنزيل التطبيق ضروري اعطاء الصلاحيه شرحتها في عده مرات ممتاز اذا تم تنزيل التطبيق الان اخوان طبعا ممكن ان نفتح التطبيق مباشره او نضغط على دان انتهينا نقوم بمسح الاي بي كي ضروري مسحها لانها ستاخذ حجم يعني زائد لا داعي لذلك قم بتنزيله نضغط على ديليت ومسحنا حاليا التطبيق الان نزلنا جوجل كروم ستواجهون هذه المشكله نذهب مثلا على التطبيقات نبحث ليس لدينا جوجل كروم هنا مع التطبيقات لانه مختفي رغم اننا نزلناه نذهب مباشره احبائي كما تشاهدون نذهب مثلا هنا على التطبيقات ابلكيشن سي ال ابحث لا يوجد معي جوجل كروم اين هو اريد ان انزل او افتح هذا التطبيق نبحث عنه ربما سنجده بين تطبيقات النظام فعلا ستجدونه بين تطبيقات النظام لازلت ابحث اذا ها هو الجوجل كروم يعني مختفي داخل التطبيقات يعني لا يمكن انني كل مره ساذهب الى التطبيقات وابحث في تطبيقات النظام لاضغط على جوجل كروم كما تشاهدون وافتحه كما تشاهدون اذا الحل احبائي هو تنزيل الشارت كات او عباره عن اختصار ساعطيكم اياه ايضا موجود في نفس التدوينه اذا الان ما علينا سوى العوده الى الداونلود اخوان والان نعود الى نفس الصفحه اذا خرجتم منها تدخلون بنفس الكود اللي اعطيتكم اياه نعود الى نفس التدوينه في موقعي وتنزلون هذه المره لتشاهدون كروم تي في شارت كات نضغط عليها نفس الشيء يرسلنا الى رابط اختصار على الموقع والآن نضغط على رابط الصفحه وايضا الموقع ميديا فاير سيتم تنزيل بطريقه اوتوماتيكيه هذا التطبيق اللي هو عباره عن اختصار سيمكننا من وضع الكروم على القائمه الاوليه في التطبيقات نضغط على انستال هو تطبيق مجرد اختصار بسيط طبعا نضغط على دان الان اخرج نجي على الزائد كما تشاهدون هنا هنا في الزائد وبعد ذلك اختار كروم تي في أضيفه ونضغط عليه هكذا موف أحركه إلى أول القائمة إذا ممتاز الأن لدي الكروم تي في كما تشاهدون لو ضغطت عليه سيفتح معي تطبيق الجوجل كروم الأن إخوان كما تشاهدون فالريموت ريموت في مثال هذا كما تشاهدون ريموت يو بوكس واي ريموت فلن تعمل معكم لماذا لان لا تحتوي على ماوس هنا لديكم حلين الحل الاول انكم تعودون الى في احد الجوانب تجدون رابط موضوع تستخدمون تطبيق زانك ريموت الان هو يعطيكم ماوس ممكن التحكم في الكروم من خلال هذا التطبيق بهاتفكم او تشترون ماوس اير ماوس مثل هذه اخوان هذه هي عباره عن اير ماوس تاتي بيو اس بي او تستخدمون الماوس العاديه المتعارف عليها مثل هذه احبائي يعني ماوس عاديه مثل هذه ممكن استخدامها على العموم انا ساستخدم هذا اقوم بشبكه في الجهاز والان احبائي كما تشاهدون في البوكس لدي تحكم شامل تشاهدون ها هي الماوس اضغط على اكسبت and كونتينيو نضغط على اوكي اذا احببتم هكذا والان ها هو اخوان الجوجل كروم بكل سهوله كما تشاهدون يمكن الذهاب الى موقع نذهب على هيستوري ها هو الموقع مثلا تبحثون بكل سهوله تحكم صوتي والتصفح وهو رائع اخوان شاهدوا كما لو انني على كمبيوتر يعني ممتاز جدا اخوان هذا هو الموقع اخوان اللي فيه التدوينات المهمه ادعوكم دائما بحفظه في المفضله لان فيه مواضيع مهمه جدا اقوم بها اذا مبروك عليكم جوجل كروم كما تشاهدون هو في الواجهه تستخدمون اير ماوس من الافضل للتصفح جوجل كروم والتطبيق هو الآن في الواجهه مختصر تصلون له بكل سهوله اتمنى يكون هذا الدرس مفيد لكم اخوان ادعمونا باللايكات والشير وايضا شاركوا الموضوع خصوصا اللايك اخوان لايك للفيديو وتعليق اذا لم تفهموا شيء اكتبوا تعليق احبائي اسفل الفيديو تحياتي لكم نلتقي في درس قادم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته